هل يجوز في السلم أن يكون الثمن على دفعات بحيث يتم إكماله؟ لا، لازم يسلم كله في المجلس، إذا تفرقوا صح فيما سلم ثمنه، وما لم يسلم لا يصح. نعم، لئلا يكون بيع دين بدين، لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين. نعم.